أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء أنها كلام الله وأنها منزلة لمخلوقه، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب وبما علمنا الله من أسمائها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. ولهذا لا يمكن أننا نرجع إلى الإسرائيليات ونترك ما جاء في القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص في كتاب الله. لماذا نعدل عن أحسن القصص ونرجع إلى الإسرائيليات؟ لماذا نرجع للمتهوكين والحيارة والمتفلسفة ونترك هذا الكتاب الذي فيه كل خير لنا في الدنيا وفي الآخرة؟